نحن اليوم اكثر من 6 الاسابيع اكثر من ست من شهر ونصف احنا في الاحتجاج في الشوارع، وطبعا هذه المده كلها وللاسف اكثر من 7 مليون تلميذ مغربي خارج الفصول الدراسيه. اذا جينا نطالعوا الراي العام طبعا، لان من حق الراي العام يعرف شنو واقع، وخاصه ان اليوم امام الملايين ديال التلاميذ ما تيقراوش، خاص الناس يعرفوا شنو كاين، اننا كنساء ورجال التعليم والدور ديالنا هو من بين الادوار الرئيسيه ديالنا ان اطلاع الراي العام على الشيء اللي واقع، لا سيما ان الامر كما ذكرت يتعلق ب 6 مليون 7 مليون تلميذ خارج الفصول الدراسيه. وكذلك بغينا نبينوا الراي العام، نردوا على مجموعه من التصريحات وديال الحكومه خاصه في الاتجاه هذا، لانه تنعرفوا قبل ان رئيس الحكومه قال خاص الاساتذه يديروا النيه ويرجعوا للاقسام، كانه للاسف ما ينقصنا الا النيه. حنا المغاربه دائما تيديروا النيه، وحنا كنساء ورجال التعليم درنا النيه، والجهه للاسف اللي ما دايراش النيه راه هي الحكومه، لانه اليوم ما يمكنش نقبلوا ان من بعد سنه ونصف حنا نتعرضوا اصدار نظام اساسي يكون فعلا نظام اساسي محفز وعادل ومنصف، فاذا بنا نفاجئ بنظام اساسي للاسف تراجعي يجز على ما تبقى من مكتسبات النساء ورجال التعليم. لذلك تنقولوا جينا باش نقولوا كذلك، ما يمكنش تدعونا الا باش نديروا النيه، وانت تسارع يعني الكاتب العام للوزاره السيد يونس السحيمي يسارع الى اصدار المجموعه من القرارات التي تهم الاقتطاع من اجور المضربين والمضربات. هذا الاقتطاع اللي جاء بناء على النضالات تخوضوا الاساتذه، لانه بفعل قرار اتخذته الحكومه. حنا ماشي جينا بدينا نحتجوا، راه الحكومه هي اللي اصدرت نيض. اذا الحكومه هي المسؤوله على هذا الاحتجاج اللي وقع اليوم، ما يمكنش انتم ديروا خطا كارثي ملي خرجوا الاساتذه يحتجوا تقطعوا عليهم هما النيت. الا كان شي جهه يجب ان تعاقب ويجب ان يقتطع لها، راه هي الحكومه وليس النساء ورجال التعليم. اليوم الوزير او رئيس الحكومه يقر بانه فعلا هناك مشكل، لذلك قرر ان يتدخل شخصيا وقال بانه سوف يشكل لجنه لفتح حوار مع النقابات. تنقولوا لها ودي طبعا الحوار خصو يكون مع الفاعلين المدنيين اللي هما نساء ورجال التعليم اللي خرجوا يحتجوا اليوم. ما يمكنش واحد ما غير معني بهذا النضالات وتدعوه للحوار، هذه مساله غريبه، وما يمكنش نعاود نفس الاخطاء السابقه، لان السابقه راه كان هاد الناس اللي باغي تحاور معهم هما اللي كانوا معاه تقريبا هذه سنه ونصف. ما يمكنش نعاودوا نفس الاسباب ونفس العوامل، بالتاكيد غادي يؤدي بنا الى نفس. لذلك الحوار خصو يكون مع فعلا مع الناس اللي خرجوا يحتجوا منذ على الاقل منذ 5 اكتوبر. كذلك تنقول بانه هاد الحكومه تتقول بان وهبي انه ما يمكنش يتحاور مع التنسيقيات الحكومه. تقول يا ودي السيد الوزير، انت اولا بعيد على القطاع التربيه الوطنيه، من فرصتك تعطي اتصال القطاع التربيه الوطنيه، انت مشيتي للقطاع ديال التعليم ورونتيها ديال العدل ورونتيها، جيتي للتعليم باش تعاود نفس الاخطاء اللي درتي، هذا امر غريب. انا نتمنى انه كان وهبي يعني تراجع لهذا الامر هذا ويخلينا في المشاكل اللي يخلي في المشاكل ديالو هو. واش نقول راه انت السيد الرئيس راه السيد الوزير راك تحاورتي مع التنسيقيه ديال ضحايا مباراه المحاماه، امر غريب. لذلك تنقولوا بان احنا كنساء ورجال التعليم نستمر في النضالات ديالنا في التضحيات ديالنا وما الى ذلك، وتنقولوا ليه جينا كذلك نبينوا بانه نردوا على مجموعه من الامور المغالطات، وكذلك نبينوا بانه راه هذه ممارسه الاقتطاع ما غاداش تحدنا على النضالات ديالنا ونستمروا في النضال الى ان يتم تحقيق كافه مطالبنا، وعلى راسها طبعا اسقاط النظام الاساسي وتحقيق كل المطالب اللي خرجنا من اجلها اول مره. تنحيوهم وتشكروهم، ناس فهموا ووعوا بان المعركه هي ماشي مع الاساتذه، هي مع الحكومه، وبان الحكومه مطالبه باش يعني تراجع مجموعه على هذا القرار، لانهم فهموا بان المستقبل ديال وليداتهم مع الاساتذه، وإلا بغاو فعلا وليداتهم يقراوا كذا خاص المفروض يكون يهتموا ويعتنوا بالاساتذه. انا تنحييهم وتنشكرهم وتنأشد على الايادي ديالهم، وهذا حد المستوى الوعي اللي ما كانش شحال هذه، وهذا تيبين انه رغم هذه التصريحات ديال الحكومه الناس ما سقطوش في الفخ، وهما الان تيناضوا ماشي من اجل الاساتذه وانما من اجل الحق، من اجل المدرسه المغربيه العموميه. انهم اللي هاجموا الاساتذه راه بالتاكيد غادي يكون الضحيه هو المتعلم، وبالتالي غادي يستافدوا هما الحكومه ومن معها والقطاع الخاص. لذلك هما تنحيهم لانهم فهموا بان المعركه هي معركه ديالنا حنا وياهم ضد الحكومه وضد اللي بغى سوء بقطاع التربيه الوطنيه وبالمدرسه المغربيه العموميه. هذا الامر تحمل فيه الحكومه المسؤوليه. السنه البيضاء تنقول بان الحكومه هي المفروض انها تتحمل فيها المسؤوليه. حنا بغينا نروحوا لاقسامنا اليوم قبل الغداء، الا بغات الحكومه تدفعنا قسرا بهذه الاجراءات وبهذه الاساليب وبهذه الممارسات باش نمشيو السنه البيضاء، نحن نتاسف لذلك، لكن نحن تنقول ما بغيناش نمشيو السنه البيضاء، حنا مطالبنا عادله ومشروعه، نتمنى من الحكومه انها تراجع هذه القرارات هذه باش نرجعوا لمكاننا الطبيعي اللي هو القسم. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.